قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. أهلا بيكم وقلبك بيروح فين. هل تعلم عزيزي يا أبو دم خفيف يا أبو لسان شربات بيدلدق سكر، إن نص كلامك اللي بتضحك بيه على شلتك وأصحابك والبنات اللي عاوز تبهرهم، واللي هو عبارة عن ترياقة وسخرية واستظراف على حد مش عاجبكم، ده منهي عنه بنص واضح وصريح في القرآن الكريم؟ هل تعلم إن الكوميديا اللي مخلياك نجم القعدة في وسط أصحابك، والإفهات اللي بتشتموا بيها بعض وبتشاوروا بيها على بعض، والألقاب اللي بتخترعوها وتسموها الفلان وعلان بهدف الضحك والتريقة، ده هيوصلك إن اسمك يبقى محطوط تحت خانة الظالمين؟ مش مصدق؟ طيب ده نص صريح ما فيهوش فصال. اسمع كده الآية الكريمة في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. آية كريمة شرح نفسها واضحة وفنطت رجالة وستات، مفيش حد يعني إيه يستثنى. واتكلموا عن الهمز واللمز والألقاب وفلان ومعرفش بتسموا بعض إيه، بس كل حد بتسموه حاجة على حسب شكله ولونه وطريقة كلامه، يعني كل حد بيتسمى باسم هو في الآخر بيبقى تريقة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بعد الفاصل مكملين معاكم وقلبك بيروح فين. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. رجعنا لكم مستمعينا وقلبك بيروح فين، وبنتكلم على الشباب اللطيفة بدم خفيف الكوميديانات اللي هارين صحابهم تريقة. طبعا لو حضرتك بتتريق في وشهم وبتشتمهم في وشهم وبتضحك عليهم الشلة وهم واقفين، تعالى على جنب كده عشان هتتحط مع مجموعة ناس النبي عليه الصلاة والسلام سماهم بالمفلس. المفلس حتى لو بتصوم وبتصلي وبتعمل اللي عليك من فرائض وواجبات، فالحديث صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني حضرتك يا لذيذ يا ابو دم خفيف ياللي بتتريق وبتشتم في وش الناس متصنف ومحطوط مع التالين القتلة واللي بياكلوا حرام بسبب ان لسانك فالت وزالف وبتتريق وتشتم. اما بقى لو قلت لا 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 خلاص انا مش هقول لهم في وشهم، انا هشتم في وشهم، لا لا ما اقدرش ابقى في من زمرة الناس دي، انا هتريق من وراهم، الشتيمة مش هتوصلهم، فانت هتتصنف وتتحط مع الناس بتوع الغيبة اللي بياكلوا لحم أخيه ميتا، وفي كل الأحوال أنت من الظالمين
بنص الآية الكريمة. مكملين معاكم بعد الفاصل وقلبك بيروح فين. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. رجعنا لكم مستمعين على راديو مصر وقلبك بيروح فين. لازم نعرف إن خفة الدم والكوميديا مش هتنفعنا ببصلة طول ما احنا بنتطاول بيها على الناس. على قد ما ضحكنا عليهم في الدنيا هنعيط كتير في الآخر. كل أنواع الهمز واللمز والغمز والتلقيح من بعيد لبعيد والكيد بتاع الستات ورمي الكلام اللي بيبقى لبانة كده في أحاديث يومية، وتخلص همز ولمز وتقوم تصلي عادي. للأسف كل انعدام الأخلاق اللي بنشوفه وعايشينه وكل اللي الناس بيعملوه في بعض وإحنا معصرينه وشايفينه، وساعات للأسف ساعات كلنا بنبقى جزء منه، كل ده منهي عنه بمنتهى الحزم والحسم في القرآن الكريم. لأ، والعقاب قاسي جداً. واللي يستهون ويستخف ويقولك يا أخي يا أخي بقى ما تعرفوناش بقى، ربك رب قلوب، ما تزهقوناش بقى، إن الله غفور رحيم. طب مش لما تستغفر الأول؟ مش لما توقف اللي نهاك عنه غفور رحيم كده وانت مكمل لسانك زالف؟ يا جماعة العقاب صريح ومرعب ومذكور في نفس ذات الصورة، اسمها الهمزة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. الكلام عربي وسهل وواضح وشارح نفسه. في تفسير تاني لنار الله المقدة؟ هل في حد تاني عنده تفسير لنار الله المقدة؟ يقولك ده بيكرهوا الناس في الدين. جماعة بيكرهوا ايه؟ حضرتك اقرأ القرآن، حضرتك نسيت تقرأ بس الآيات الصغيرة، قصار الصور اللي حضرتك درستها في المدرسة عادي خالص، مكتوب فيها الكلام ده يعني بأسلوب سهل وسلس جدا. ربنا ينجينا ويبعد النار عننا ويبعدنا عن أي فعل أو قول كل ما يقربنا من النار. قولوا أمين. نتقابل بكرة في نفس معدنا وقلبك بيروح فين. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا.